متابعي جوابك، أهلا وسهلا بكم. وفاة بروسلي. قيل عن سرعته إنه قادر أن يسبق الضوء وأن تلامس قبضته وجهك قبل أن تدرك وصولها. قيل عنه الأسطورة والتنين الصغير، ذلك البطل الخارق الذي ولد فيما يعتبره اليابانيون في ساعة التنين بين الساعة 6 وحتى 8 صباحاً، وفي سنة التنين عام 1940 وفقاً للأبراج الصينية بالحي الصيني في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤسس رياضة الجيت كوندو المشتقة من عدة مدارس قتالية وعلى رأسها الكونغ فو الصينية، التي جمع فيها خلاصة تجربته القتالية في فن الدفاع عن النفس، والذي صنع له من الأمجاد في مجاله وبفترة زمنية قصيرة ما يجعلنا نقف مذهولين. هذا المقاتل البطل الشرس والفيلسوف الحكيم، الممثل والمخرج والشاعر والراقص المتعدد المواهب، الذي اشتهر بمقولته كن كالماء يا صديقي، لي جون فان الملقب ببروسلي، كان قد بدأ في سن 13 بتعلم فنون الدفاع عن النفس، وما إن بلغ 18 حتى سافر إلى الولايات المتحدة حيث درس هناك الدراما والفلسفة وافتتح مدرسة فنون الدفاع عن النفس. كان أول ظهور له على شاشة التلفزيون الأمريكي وهو في 26 من عمره بدور مقاتل بارع في فنون الدفاع عن النفس، وعاد إلى هونغ كونغ في سن 29 حيث أصبح كاتباً ومخرجاً وممثلاً رئيسياً ومصمم رقصات مشاهد القتال. وبعد أن لفت انتباه العالم الغربي إلى قوة رياضة الكونغ فو رحل باكراً، وكان موته صدمة للعالم أجمع وسراً غامضاً، فتعددت الروايات حول طريقة موته المفاجئ. واليوم بعد أكثر من 50 عاماً على رحيله وبعد مراجعة الكثير من الأدلة تنكشف حقائق جديدة حول لغز وفاته المبكرة. فقد كانت الرواية الأبرز في سبب موته والتي نشرت علانية يوم وفاته تقول إنه توجه برفقة منتج أفلامه ريموند تشاو إلى منزل بيتي تينغ بي التي كان يعتقد أنها عشيقته، وأمضى معها ساعات تعاطى خلالها الماريجوانا، وقيل أنه تعاطى أيضاً الكوكايين. وفي المساء بعد مغادرة تشاو عانى بروسلي من صداع ودوخة عقب تناوله المياه، فأعطته بيتي تينغ مسكناً للألم وذهب إلى غرفة النوم ليرتاح. وكانت الصدمة عندما وجدته بعد ساعتين فاقداً للوعي، حيث يقال إنها اتصلت على الفور بتشاو وحاولت إيقاظه لكن دون جدوى، ومع فشل محاولة طبيبها الخاص تشو في إنعاش قلبه والرئة لمدة 10 دقائق نقل بروسلي إلى مستشفى الملكة إليزابيث حيث أعلن عن رحيله. وعند تشريح الجثة لم تكن هناك علامات على إصابات خارجية، لكن تبين أن وزن الدماغ وصل بسبب الوذمة الدماغية الشديدة إلى 1575 جرام مقارنة بالوزن الطبيعي البالغ 1400 جرام. وكانت هناك آثار للماريجوانا في المعدة، وتم الحكم وقتها أن السبب الرسمي لرحيل بروسلي هو الوذمة الدماغية الناجمة عن فرط الحساسية تجاه مسكن الألم. لكن ما أثار الشكوك هو أن بروسلي تناول هذا المسكن مرات عديدة من قبل دون أن يصاب بأي أعراض مشابهة. ونشرت رواية أخرى عن بروسلي تفيد بأنه تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجوده في هونغ كونغ في صيف 1973، ما أدى إلى تورم في الدماغ، فالمياه التي لا حياة من دونها كانت كفيلة بالقضاء على أسطورة الكونغ فو. وكتب فريق الخبراء في مجلة الكلى السريرية أن سبب وفاة بروسلي كان وذمة دماغية ناجمة عن نقص صوديوم الدم، ما يعني أن مستوى الصوديوم في الدم الذي يحتاجه جسم الإنسان لتوازن السوائل كان منخفضاً بشكل غير طبيعي، ويؤدي عدم التوازن إلى تضخم خلايا الجسم بما في ذلك خلايا الدماغ. وبعبارة أخرى اقترحوا أن فشل الكلى في إفراز الماء الزائد أدى إلى موته. وبطبيعة الحال اختلفت تحاليل الأطباء قبل 50 عاماً تقريباً عندما تم تشريح الجثة، وعاد بعضهم وقتها إلى نظرية موته الناجم عن تناوله لمسكن الألم الذي أدى إلى تورم في الدماغ. بينما يربط خبراء اليوم سبب نقص صوديوم الدم لدى بروسلي
بعوامل عديدة، أبرزها تناول السوائل بكثرة لفترة طويلة وتعاطيه الماريجوانا، إذ عززت الأخيرة من إحساسه بالعطش الحاد. كذلك أدى تناوله الكحول والعقاقير، مدرات البول، العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، المواد الأفيونية، الأدوية المضادة للصرع، كل ذلك أدى لتقليل قدرة الكلى على إفراز الماء. أثيرت كذلك في الوقت ذاته العديد من نظريات المؤامرة والشائعات حول رحيله المفاجئ، بما في ذلك احتمال تعرضه للاغتيال من قبل العصابات الصينية التي اعتبرت أنه قام بتسريب أسرار الثقافة والرياضة الصينية للغرب، أو حتى تسميمه من قبل أحد المنافسين. وآمن آخرون بنظرية اللعنة، فظنوا أنه مات لأن لعنة أصابت عائلته، إذ رحل براندون لي ابنه في 28 من عمره عند إطلاق رصاصة حية عليه خلال تمثيله في فيلم، وتوفي شقيقه الأكبر قبل أن يتجاوز 3 أشهر في ظروف غامضة. وظهرت نظرية في عام 2018 قالت إن وفاته جاءت نتيجة ضربة شمس، ورجح آخرون أن يكون الصرع سبب الوفاة، على الرغم من أنه لم يجري أي تشخيص للصرع. ففي تاريخ 29 و30 من مايو أيار من عام 1973 خضع بروسلي لتقييم عصبي كامل راجعها طبيب الأعصاب ديفيد ريسبورد، ولم يجد أي تشوهات في وظائف دماغه. وفي الحقيقة لم يكن بروسلي مصابا بالصرع المزمن، مع أنه كان يخضع للعلاج بالعقاقير المضادة للصرع، لكن لم يعثر على عضة لسان عند التشريح، وهو ما يحبط هذه النظرية. ومما يزيد من التأكيد على صحة الدراسة الجديدة هو أن زوجته ليندا كشفت أن بروسلي كان يتبع نظاماً غذائياً يعتمد على السوائل من الجزر وعصير التفاح في الفترة التي سبقت رحيله، وأيضاً إشارة من الكاتب ماثيو بولي الذي كتب سيرة بروسلي في عام 2018 إلى أن تناول بروسلي الماء بكثرة وتعاطيه القنب بشكل متكرر في ليلة رحيله في 20 من يوليو في عام 1973 كان سبب وفاته. وبالفعل خلصت الدراسة الحديثة إلى الافتراض بأن بروسلي رحل بسبب نوع محدد من الخلل الوظيفي في الكلى، وهو عدم القدرة على إفراز كمية كافية من الماء للحفاظ على توازن الماء في الجسم، وهي وظيفة أنبوبية بشكل أساسي، ما يؤدي إلى نقص صوديوم الدم ووثمة دماغية أي تورم دماغي والموت في غضون ساعات في حال لم يقابل تناول الماء الزائد إفراز الماء في البول، وهذا ما يتماشى في الواقع مع الجدول الزمني لوفاة بروسلي. جاء رحيل بروسلي عن عمر 32 قبل أسابيع قليلة من إطلاق فيلم Enter the Dragon الذي كان أول فيلم كبير من إنتاج الغرب عن الكونغ فو، والذي تم إنهاؤه عبر ممثل بديل. برغم حياته القصيرة ألهم البطل بروسلي الملايين من الناس، وأثار فضول العالم نحو فنون الدفاع عن النفس، وفتح الأبواب لتعلم الثقافة الصينية وفلسفتها وعراقة جذورها. وحتى هذا اليوم ما زالت أفلامه التي تعرض بمثابة مرجع هام للفنون القتالية، ويحاول الكثير من الممثلين لعب أدواره وتقمص شخصيته في محاولة يائسة للوصول إلى بعض ما حققه من إنجازات، أمثال مايك مو في فيلم ذات مرة في هوليوود لمخرج الأفلام الأمريكي كوينتين الذي صور شخصية بروسلي متعجفاً، ما أثار غضب ابنته شانون لي التي انتقدت تصوير والدها الراحل بهذه الصورة وقالت إنه يذكرها بكيفية معاملة هوليوود البيضاء له، وأنها ملت من وصف الرجال البيض في هوليوود لوالدها بالمتعجرف، وهم لا فكرة لديهم ولا يمكنهم فهم ما كان يمكن أن يتطلبه الأمر للحصول على عمل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في هوليوود كرجل صيني وشخص ملون.